الأهلي كالعادة بطل السوبر المصري للمرة ال14 في تاريخه بالجيل القوي جدا اللي أشوفه من أقوى الأجيال اللي جت حقيقي في الأهلي. بصراحة لعيبة رجالة جدا. هنتكلم إن في لقطات من الماتش بصراحة كان في رعونة وكان في استهبال من اللعيبة في آخر تلت ساعة ولا حاجة من الماتش، واللي تسببت إن فيوتشر يجيب فينا جونين. فنبدأ واحدة واحدة. ان انت الاهلي كان داخل الماتش بالتأكيد، يعني هتحسم الماتش، كله ما كانش عنده شك في ده. تكسب يا باشا بطولة، يعني انت المعتاد ان انت البطل بتاعها، بطولة كمان ما فيهاش منافس قوي زي الزمالك، فالدنيا سهلة، يعني الدنيا سهلة وبسيطة. كمان ده بالنظام الجديد اللي برضه ما يعرفش، بقى في نظام جديد للسوبر، بيبقى فيه 4 فرق. اللي اتاخدوا السنة دي كان الاهلي، بيراميدز، فيوتشر، وسيراميكا. بيراميدز طبعا طلع التالت، وفيوتشر التاني، والاهلي الاول. فتعالوا نتكلم نشوف ازاي الاهلي قدر يجيب 2-0 في اول شوط، ونتكلم ازاي فيوتشر قدر يرجع. مبدئيا فيوتشر قدم بصراحة بطولة كويسة جدا، كويسة جدا جدا، يعني فضل قدام 90 دقيقة قدام فيوتشر، قدام بيراميدز، زنقهم ومش عارفين يعملوا حاجة، و0-0 وبتاع، مفيش أي حاجة. دخلوا ضربات جزاء تقريبا، لعبوا بتاع 30 ضربة جزاء أو حاجة اللي شافوا الماتش، وقدروا يكسبوا، راحوا النهائي. فبصراحة دي حاجة كويسة جدا، لعبوا كمان قدام الأهلي. بصراحة أنا مكنتش متوقع كده، يعني قلت الماتش سهل أوي، 3-0 ولا حاجة للأهلي، فدخلناه تمام. جينا أول تلت ساعة مثلا، في تتكلم محمود كهربا خلص، علي معلول طبعا زي ما عارفين ملك الرأسيات، ملك الضربات الحرة، ملك العرضيات، ملك كل حاجة، ما شاء الله عليه، يعني أحسن محترف يجي في الأهلي يا جماعة بصراحة، ومحدش ينكر ده. فعلي معلول قدر إنه يرفع عرضية من كورنر على راس كهربا، طبعا جنش طلع غلط، فكهربا من ورا جنش كده سابقه وحطها بدماغه في الجون، وإيه والهدف الأول طبعا، وكهربا وإمام بقى والحركات الإيه الحراقة بتاعتنا دي. تمام، كملنا بعديها. انت خلاص ماسك المباراة وأداك حلو، وآخر نص ساعة من الشوط انت متمرس، انت ماسك الدنيا، انت خطر، يعني انت مخلي فيوتشر في قلق، مش عارفين يعملوا اي حاجة. فرصة بس جات لهم من عبد الكبير الوادي قبل الجون بتاع الكهرباء، عدى كده من جنب شوبير من جنب العارضة، دي اللي كانت الفرصة الوحيدة تقريبا خطيرة في أول الشوط. فكان بصراحة فرصة، أنا بدأت أقلق من ساعتها. بعدين الأهلي حط جون، جه بعديها بكام دقيقة خلص الشحات، ما شاء الله عليه النهاردة كان جامد بصراحة، عمل جمل حلوه قوي، هو اللي جاب الجون اصلا التاني، وهو اللي بدا الجون التاني اساسا، بدا قاعد يرقص في اللعيبه ده الكهرباء، كهرباء ما شاء الله، وان تاتش على طول من ورا المدافعين، الشحات ما شاء الله عليه لوب من ايه من ورا الجنش وفي الجون، وادانا السي بتاعته اللي احنا عارفينها بتاعت ايه حسين المونديالي. فبصراحه قلنا خلاص، يعني انت كده الشوط التاني انت مقفل، يعني انت خلاص انت 2-0 طالع الشوط الاول 2-0 بكبيرك، او ممكن تخلص ده 4 او 3. دخلنا الشوط التاني، كورة من هنا على كورة من هنا شغال بتاع، قلنا خلاص تمام. بدأ بقى إمام عاشور كان جاله إصابة، مش عارف عمل كده عشان يهدي الدنيا أو حاجة، بس هو أظن إن هو اتهلك بدنيا، اللعيب برضو مش قادر، اتهلك بدنيا برضو، مش فاكر إن هو رجع من إصابة، فالدنيا كانت مع البدني بتاعه مش أحسن حاجة. لعب كأس عالم أندية تقريبا كله، ما غابش ماتش، ولعب بعديها على طول ماتش بتاع سيراميكا، وجاب الجون الفوز اساسا، شاف برضو الجون عامل سبرنت عظيم. فاللعيب مهلك بدنيا، فاكيد اتصاب بسبب ده، شد او حاجه في العضل. طلع كهربا خلاص، طلع بقى كل الناس اللي محتاجين يرتاحوا يعني، فقال لك خلاص الماتش ضمن. جينا بعديها بكام دقيقه يعني شويه، لقينا بقى شوبير، مصطفى شوبير، انا مش عارف ايه ده يا جماعه بصراحه، لا لا شوبير، انا ياما قلت والناس كلها قالت ان شوبير ما شاء الله حارس الاهلي المستقبل وحارس مصر المستقبل، ما شاء الله ملوش غلطه، اتحسد تقريبا ولا ايه، ومعلق النهارده بصراحه المعلق جاب اجله، حسده وهو قال كده، انا حسدته. مصطفى شوبير الكره منعم بيديها له، فبيبدا يحضر، هيرفع، اتاخر قوي بزياده، قام عمر السعيد ايه اتزحلق كده على الكوره، او اتخبطت فيه ودخلت جون. قلنا يا نهار ابيض، 2-1، كان في الدقيقه 75 ولا حاجه، قلنا ده ممكن يتعادلوا، شكلهم ممكن يتعادلوا، وانا حسيت، كنت حاسس انهم هيتعادلوا بصراحه. جينا بعديها مفيش بكام دقيقه، كرة عند مع محمد محمود، ار 2 شاطها، خبطت تقريبا في منعم او في حد، وجت ايه
على شمال شوبير. قلنا يا نهار اسود يا نهار اسود، يعني انت كنت ماسك الماتش طول السبعين دقيقة ولا حاجة، وتيجي في الآخر خلاص على آخر تكة تقوم فرط كده ومتستهبل. احنا قلنا اللعيبة يا جماعة بتستهبل، ما هو دي مش لعيبة. بصراحة الموضوع كان متضايق جدا، الراجل كان مصدوم، أنا كنت مصدوم يعني، كنت هخسر حرام يعني، لو كنت هخسر بقى بصراحة والناس بقى تقعد تزيط ومش حامل احنا القرف ده بصراحة. فجت بعديها 2-2 والنتيجة بقى كله هنا وهنا وهنا وضرب هنا وداخل هنا، ويبدأ بقى نزل مودست، نزل طاهر، نزل كريم فؤاد، قفشة، كله بقى خلاص نزل كل الناس، عايز بقى يودي يطلع كوكا. مناسبة يا جماعة كوكا بصراحة، لا كوكا ممتاز، مكسب كبير جدا كوكا النهاردة بصراحة، ومن كأس العالم كمان ماتش الاتحاد السعودي. لا يا جماعة ده مش عنده حاجة وعشرين سنة، ده مش ناشئ، ده لعيب كبير، ده لعيب كبير ما شاء الله عليه. لا ده ممكن ياخد مكانه أساسي بصراحة. كمان في كلام إن ديانج ممكن يمشي في يناير أو في الصيف، جاله عرض من قطر وحاجات كده مش متأكدين لسه. فأنت لو مشيت هيبقى عندك فرصة أكبر أنت تلعب أساسي. هو بصراحة مستوى جامد جدا، أهم حاجة الاستمرارية. فطلع خلاص كل الناس، بدأ ينزل يشتغل، هوبا اكسترا تايم مش عارف ايه، دخلنا اكسترا تايم، قلنا ايه دي شكلها ليلة سودة. كملنا كملنا مفيش، الشوط الأول خلص برضه، راحوا هجمة وبتاع ومش عارف ايه مفيش. خلنا على الشوط التاني، مروان عطية. مروان عطية بصراحة في حاجة عايز اقولها، والناس طبعا كلها، في ناس كمان اشتكت لي وبعتت لي وقالت لي، وانا هقول رأيي بصراحة هنا. مروان عطية بعيدا عن ده لسه هقول حاجة تانية، مروان عطية بصراحة لعيب راجل، لعب النهاردة وبقاله يعني، كان طبعا الفترات القديمة لما طلعت وقلت انا حتى بنفسي قلت يمكن مروان من عطية مستواه واقع قوي فترة كبيرة كده، بقاله مثلا 4 شهور كان واقع، ومستواه كان ما كانش اللي هو بتاع الموسم اللي فات، كان ترتومتر، كان ترمومتر نص الملعب، لكن السنة دي ما كانش في احسن مستواه. بقاله ما شاء الله 4 ماتشات مثلا ممتاز، النهاردة هو كان شايل نص الملعب حرفيا شايله. الحاجه بقى اللي الناس كلها قعدت تقول لي عليها، انا هقول بالحق بصراحه، مروان عطيه الكوره هو كان واخد انذار قبل كده، الكوره اللي كعبل فيها عمر السعيد في اخر في الاكسترا تايم وخلاص عمر السعيد راح جون، دي كانت انذار وطرد يعني، يا انذار تاني وطرد يا طرد مباشر بصراحه. بصراحه الحكم انا هقول ان هو جامله، الحكم كان رحيم بيه وما ادالوش حاجه بصراحه. انا اهلاوي اهو وبقول لكم بصراحه بوجهه نظري، مش هقعد اطبل بقى للفريق وبتاع، دي طرد مستحق لمروان عطيه بصراحه، دي طرد، دي طرد طرد. عمر السعيد خلاص رايح يعني في هجمه خلاص يعني، هو رايح في رايح يجيب جون، اما مروان عطيه عشان كده عشان يعطل الهجمه الحكم، انا قلت خلاص دي طرد، يا نهار ابيض في ايه، لقيته كده مطلع حاجه من جيبه، قلت ده طرد، طلع الاسبري بيرش الخط، قلت يا خرابي يعني ماشي، قلت مش هتكلم خلاص الحمد لله، بس بالحق هي دي طرد بصراحه. فطبعا الناس كلها تشتكي التحكيم في مصر مش هو، والاهلي بيتجامل. انا بصراحه ماليش في الحاجات دي، الحاجات دي بقى يعني الخبراء التحكيم بقى والاتحاد الدولي هو يتصرف معاهم. انا قلت رايي بصراحه، كره مروان عطيه متوافق 100% انها طرد. دخلنا على الاكسترا تايم الشوط الثاني بقى، اما بدا قلنا ايه ده احنا لازم نجيب، وهوبا هوبا الملك الجدي، جدي يا جماعه المعلم، انزل دلوقتي يا ابني، انزل دلوقتي اعمل تحيه لجدك انتوني مودست. مودست بصراحه، واللي يعرف اللي يعني اللي يعرف اللي يعرفني انا كنت واثق فيه، اول ما جه اول لما جه قلت يا جماعه ده لعيب كبير لازم يلعب، لازم هيديك هيجيب، هو بتاع العرضيات، هو بتاع الرأسيات، هو بتاع التوقيت الحاسم، هو عايز حد يرفع له زي معلول ما شاء الله عليه، معلول اي حد بيعرف يرفع على مودست راسه شكرا احلى جول عليك. طبعا لما مودست كان ما شفنا طبعا الايام اللي فاتت طرد وبتاع ومستوى زفت، الناس قعدت تقول لي يا هو ده اللي انت واثق فيه، قلت له يا جماعه استنوا بس، الراجل ده ممكن يعني في امل، في امل والحمد لله النهارده ربنا كرم جون واسست، الجون عرضيه مع يعني بالمقاس من معلول لمودست على دماغه، ومش اوف سايد يا جماعه، الكوره مش اوف سايد بصراحه، الكوره 100% جون مش اوف سايد، كان فيها شك بس هي مش اوف سايد وجون. وقلنا ايه 3-2 خلاص الماتش خلص بقى، خلاص كان فاضل 5 دقايق ولا حاجه على الماتش، وهوبا بعدها بدقيقتين تقريبا كوره برده مودست بدماغه وداها لكريم فؤاد، كريم فؤاد هوب هوب مشي مشي لوب من فوق جنش وفي الجون.
طبعا تفرق معنويه جامده جدا مع مودست، لانه كان بيتحارب، ان الجماهير كلها كانت جايه عليه تقول لك ده مشطب، ده عجوز، ده فعلا ده لعيب كبير في السن والحاجات دي. فطبعا ده هيفرق معاه معنويا. وانا شايف ان كولر لازم يديه اساسي. حتى في ناس سالتني توقعك للتشكيل، قلت لهم لازم مودست يلعب اساسي بصراحه. حتى الماتش اللي فات برضه عمل اسيست الامام، قلت دي هتفرق معاه شويه، ينزل يجيب، هو بتاع الرقصات، هو بتاع الهدات. حتى في ماتش فلومينينزي بتاع كاس العالم، فرصه الكهرباء الاشهر اللي ضاعت بدماغه دي كانت بتاعت مودست. مودست كان حاطها، ان مودست ده هو ده الاسترايكر، هو ده المحطه اللي انت كنت بتدور عليه، ده اللي كان كولر عايزه في المواصفات بتاعت المهاجم. قال لك عايز مهاجم محطه بيعرف يلعب بدماغه بس. فما شاء الله قدر يسجل الهدف التقدم، وعمل كمان اسيست لكريم فؤاد، خلصنا الماتش. فبصراحه الحمد لله اللقب ال 14 في تاريخنا. حقيقي اللعيبه يعني في وقت المباراه كبير كان فيه رعونه، بس الحمد لله على كل شيء قدرنا نفوز. اللعيبه بقى فرصه ترتاح شويه، تاخد نفسها، لان هيبقى عندك خلاص ماتشات دوري وماتشات افريقيا، ويعني تبدا بقى تخش في الالتحامات. فربنا طبعا يكون في عون اللعيبه، لان هم استهلكوا بدنيا، اللعيبه خلاص مقتوله بدنيا. فيعني الحمد لله مصطفى شوبير، يعني شد حيلك، انا عارف ان دي ممكن تفرق معاك نفسيا، بس الحمد لله خلاص حصل خير، مفيش اي مشكله، الحمد لله قدرنا نكسب. بس راجع نفسك يا مصطفى بالراحه، مفيش حاجه، وخليك واثق في نفسك. يعني امام عاشور يا جماعه، طبعا اللي متابعنا الانستجرام، انا بموت في امام عاشور، انا بحب حاجه اسمها امام عاشور. امام عاشور انا فرحان له جدا، لان دي اول بطوله ليه مع الاهلي، غير يعني مش هنعتبرها بطوله، هي اللي هي الميداليه البرونزيه. لانه الناس قعدت تقول لك ايه ده نحس، ده ايمان، ده نحس. لا يا جماعه مش نحس، والله انا بحلف بالله ده احسن لعيب في الاهلي عندك بقاله كام ماتش. هو اللي فيه الامل، هو اللي بيعرف، هو التكتيك بتاعك، هو اللعيب الكبير، هو ده دلوقتي اللي تصنفه احسن لعيب في مصر، والله العظيم ما بهزر. معلش زيزو تمام، على راسي زيزو لعيب كبير، وهي ما قلتها كتير، لزيزو لعيب كبير ويفضل لعيب كبير، بس امام حاليا احسن لعيب في مصر. امام لو كمل كده والله والله هيبقى حته تانية لوحده. دي بروين، هو دي بروين مصر فعلا، ما شاء الله عليه. امام انا فرحان له جدا، لانه هو وش السعد النهارده كمان طلع حسين الشحات بيقول له وش السعد، قال له ده انا كده كده وش السعد. لانه لا يعني امام اتهاجم الناس كتيره جدا، الناس بدات تشتمه وتيجي عليه، انت نحس، انت من ساعه ما جيت خسرنا بطولتين ومش عارف ايه. لا امام لعيب كبير، امام محدش يختلف عن امكانياته، لو غير كده يبقى بينه وبينك محروق يعني اللي هو ايه. لكن امام لعيب كبير جدا، مبسوط جدا بصراحه، وببسط لما الكوره تكون في رجله، بتمتع كده، يجيب جون ببقى اسعد واحد في العالم، يعمل اسيست، بصراحه لعيب كبير جدا. وعنده كتير، هو كهربا ثنائيه طبعا العظيمه، والشحات ومعلول مع بعض. فالحقيقه لا يعني نستنى منك كتير يا امام، وده لسه زي ما قلت لكم، ده مش 40% من مستوى امام، امام لسه عنده الاكتر من كده، بس هو مهلك بدنيا طبعا بسبب الاصابه والحاجات والمباريات وضغط المباريات، لكن امام هيفوق. بس ده كان كل اللي نفسي فيه بصراحه اقوله على ماتش السوبر والحاجات والفتره اللي قبل كده كاس العالم للانديه. فاتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ومتنسوش بقى تعملوا لايك سبسكرايب وشير للفيديو، تبعتوه لاصحابكم. سلام.